عليكم البنات، كيبقيت لاباس عليكم؟ مزيان بخير، صحتكم وشكرا بزاف على الدعم وشكرا بزاف على لي لايك. الحمد لله على خدتكم. اليوم غادي نجيب لكم بواحد الوصفه زوينه، واحد الحليوه كتجي فتيه، كتجي رائعه. كنتمنى ان شاء الله تبعوا معايا المراحل وتنجح لكم باذن الله. نبداو بالنسبه للغوسيط. غادي نحتاجوا بالنسبه لحبيبه الشوكولا وشويه نتاع الكوك، عندكم شويه ديال اللوز مهرمش، ماشي مشكل، هادو كيبقى اختياري، هادو للتزيين فقط، غادي نحيدهم تما. المقادير ديالها بسيطه البنات، وكتجي خفيفه وزوينه. غنحتاجو نص كاس ديال سنيده، الكاس صغير ماشي الكبير باش نكونوا واضحين، جوج بيضات، فاني ديال الغبره ماشي الاخرى، نحتاج خماره، قبصه ديال الملح، جوج معالق ديال زيت المائده، الدقيق غنجمعها به وليني تم ندخل باش نقول لكم باش ما تلفوش فيها. هي الطريقه الخدمه ديالها، غادي تخدمي البيض مع سنيده مزيان بحال الطريقه ديال الجينواز، تخدميها مزيان 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 تطلع، عاد نزيد عليها الزيت والفاني والخمارات والدقيق ان شاء الله، ونتلاقاو باش تشوفوها معايا الشكل ديالها كيفاش غادي نوجدها. هانتوما معايا البنات، شوفوا باش تفهموني مزيان الله يخليكم. ها انا خدمت البيض مزيان حتى طلع، هانتوما غتشوفوا القوام ديالو، ها هو شتي كي كيجي، كيجي عاقد مهوي، ضروري فهاد العمليه هادي الطراب الكهربائي ولا العجانه، ما يمكنش تخدموها غير هكاك، لان البيض ما غيطلع ليكمش عادي زعما بالطراب اليدوي، غيطلع لا ما يمكنش، ضروري خصنا الطراب. المهم تيطلع لنا هكا، عاد غادي نضيف ديك جوج معالق ديال الزيت، وديك الخماره، والدقيق ان شاء الله انا غادي ندخل وتشوفوا معايا، انا اضطريت نوريكم هذه العمليه هذه باش تزيدوا تفهموني اكثر البنات وما تطيحوش هكا في اخطاء. البنات ها الخليط ديالي، هانتوما شتو كي كيجي، ها باش نكونو كلشي وريناه، ها الخليط صافي. دابا غادي نهزو بلاطة، غادي نستعن غير بجوج معلقات وغندير هاد الكريسات على هاد الشكل هكا صغيورين، ودائما معلقة ونحطو، بغيتوهم كبار ديروهم كبار، اللي بغى شي حاجة يديرها. أنا غنستمر هاد العملية هادي في فلوقات، خليكم معايا البنات. ها أنا من بعد ما درتهم، هانتوما كتحكموا فيهم، هادو ما نقدرش نقول لكم ديروا كبار ولا صغار، المهم انا درت على هذا الشكل. كتجيبوا بتيت شوكولا وكتبقاو تزيدوا لي شويه من الفوق هكا، بغيتو حتى هو تكثروا، بغيتو المهم على حسب المتوفر وصافي. سير كما قلت لكم كنديروا هكا شوكولا من الفوق، داكشي علاش قلت لكم هو والكوكو للتزيين. كذلك غنشدو الكوكو ونديروه هكا من الفوق، وكميه الا بغيتوهم غير بالكوك، بغيتوهم كوكو شكلات حتى هو يمكن ليكم. انا غندير لكم هكا وهكا على ما ندير في اللاطه الاخرى، حيت كتحط كميه، وخا عطيتكم لا غوسيط شويه المقادير بسيطه، كتحط تبارك الله كتجي زوين. بغيتو عاود هاد الشوكولا هكا وديرو غير شويه ديال الكوك هكا، ماشي مشكل. المهم البنات هذه هي، انا غادي ندخلها الطيب، والطياب ديالها عافيه مهيله وتكون شعلة العافيه من فوق ولتحت، والفرفاره البنات ضروري تكون الفرفاره في هذه المرحله هذه. يلا انتم معايا. البنات التتمه هي
ها هما كيفاش كيجيو المنظر ديالهم، الشكل ديالهم. درت معكم حبيبات الشوكولا، درت معكم شويه ديال الكوكو، درت معكم شويه الشكلاط فيرميسيل. ها هي، وهاد الكميه اللي حطات وحطوا تقريبا واحد 4 اخرين. صافي هادو ملي حطات لي ديك الكميه تيقوا بيا كيجيو واعرين البنات، وكيجيو خفاف ولدات. ودابا داخلين ان شاء الله على صيف، وداخلين على خرجات ونزهات وداكشي. دابا نقدم لكم ان شاء الله بزاف ديال الوصفات من هذا الشكل هذا، اللي ان شاء الله تساعدكم هكا من تخرجوا نتوما وليداتكم. ها نتوما كما كتشوفوا البنات كيجيو فتيين واعرين. ها نتوما شتي داكشي خطير. ها نتوما وكيجيو هشاش من الداخل. ها نتوما وعافاكم، احترموا ليا المقادير واحترموا ليا قضيه الطياب، لان كيطيبوا على نار مهيله باش كيجيونا في هذا اللون هذا ديال الذهبي، وكيجيونا زوين. كنتمنى الوصفات ديالي اللي كنعطيكم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتنجحوا فيها ان شاء الله. مع السلامه، فيديو اخر ان شاء الله.